شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان وزير النقل زكريا يحيى الشامي ووالدته. وتقدم مراسم تشييع عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب. ودعت اليمن اليوم واحدا من شبابها المجاهدين وأبنائها المدافعين عن الوطن والمواجهين للعدوان. إنه اللواء الركن زكريا يحيى محمد الشامي في موكب رسمي وشعبي كبير تقدمه عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس القضاء أحمد المتوكل وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى الذين أكدوا أن الفقيد كان قدوة في الانضباط وحب الوطن وكان حافزا لكثير من القيادات التي تعلمت منه حب الوطن والدفاع عنه. اليمن خسرت برحيله خسارة كبيرة، لكن هذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى، وكلنا زكريا الشامي وكل الأحرار وكل الشرفاء زكريا الشامي، وبإذن الله اليمن ولاد والمسيرة القرآنية ولادة، ويعني سنستمر في مواجهة هذا العدوان الغاشم وسنستمر في أيضا الصمود والثبات. عمل ما يمليه عليه ضميره وعمل ما يجيبه الله له يعني في وطنه، حتى كتب الله له يعني الوفاة في بلاده تحت هذا الحصار وتحت هذا العدوان. تولى قيادة وزارة الدفاع في حال تنص المرتزقة من مهامهم الدفاعية في وزارة الدفاع، وكان هو كالأسد في وزارة الدفاع أكمل مهامه، كان يؤدي الدور القيادي البارز في كل الجبهات، كان يتابع كل الجبهات ونحن كنا إلى جانبه. رفاق والزملاء الفقيد أكدوا أن بوفاة اللواء زكريا الشامي خسر اليمن هامة وطنية دافعت عن دين الله والوطن وشعبه. بداية ما كان في الأركان ثم أصبح وزيرا، كان دائما كل همه هو المجاهدين، همه الوطن، همه سلامة الوطن، وبالتالي عاش شريفا وعاش حرا، عاش أبيا، عاش مجاهدا. رحم الله اللواء المجاهد زكريا يحيى الشامي، هذا الرجل الذي وهب نفسه في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الوطن، وكان مثالا للرجل الوطني الشريف المؤمن الذي عمل بإخلاص في كافة المواقع التي تحملها. الرجل هذا العظيم الذي عرفناه منذ الطفولة، ثم عرفناه وهو زميل في الكلية، بأخلاقه، بسيرته العطرة، بالتزامه، بانتظامه، باحترامه لزملائه، بتقديره لجميع المواقف، وعرفنا ايضا وهو في السلك العسكري ثم وهو يتنصب او يتولى منصب الوزير، ايضا ما زال كان يحمل الصفات والاخلاق ذاتها. حيث افتقدنا ابا كان عزيزا، ابا للناس اجمعين، عزيزا وغالي علينا جميعا، لم نكن متوقعين بهذا المصاب الجلل، ولكن شاءت الأقدار أن تأخذهم بيننا. الأبطال وإن رحلوا عن هذه الدنيا الفانية تظل صفحاتهم ناصعة البياض وتاريخهم المشرق نبراسا يضيء الدروب للأجيال المتعاقبة تستلهم منه معاني الصمود والثبات والتضحية.